هل يجوز أن أقترض مالا من شخص مكسبه غير مشروع؟ إذا علمت أنه حرام لا يجوز لك، ما يجوز لك تقترض من واحد ماله حرام. أما إذا كان عنده حلال وحرام، مختلط ماله من حلال وحرام، أو أنت ما تدري أنه حرام لكن شاك فيه، فلا بأس من الاقتراض منه. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهودي طعاما، واليهود معروف أنهم يتعاملون بالربا، لكن ما كل ما معهم من الربا، عندهم أموال حلال وعندهم أموال حرام. أما إذا علمت أن هذا المال أنه حرام فلا يجوز لك تتعامل معه فيه، لا بقرض ولا بغيره. نعم.